حديث الشارع الشهير هالأيام هو عن مشاكل الفئات الصغيرة في المجتمع، في ظل الكلام عن نقاش ربما يكون غير مسبوق للجوانب الاجتماعية في عملية التنمية. أنا ماجد محسن على شارع الشيخ زايد، خلونا نشوف شو اللي يقولون الناس. في ظل الكلام عن قصة الفتاة اللي تبحث عن حد يتبناها من بين قصص أخرى قريناها في الأسابيع الماضية، شو كانت انطباعاتكم الأولى وأنتم تقرون هذه القصص؟ أتوقع هذه مش أول حدث ممكن يعلن عنه بأسلوب هذا، ممكن الموضوع بدأ يعني يوصل درجات خطيرة جدا حقيقة، يعني ممكن توصل لدرجات ظاهرة في المجتمع الحالي. أي واحد بيحط حاله نفس الطفلة الموجودة، يعني لأنه يعني شوف كيف صار فيها بعد هالعمر كلاته، العاشته مع الأسرة وفقدتها، وبعدين صارت هلا موجودة بملجأ، فقدت كل الحنان الأسرة والمجتمع اللي كانت عايشة فيه. يعني بعتبرها هلا صفت بأزمة نفسية أكثر من أي أزمة تانية راح تعيشها. كلمة اللقيط نفسها هي يعني الناس ماخذة فكرة عنها وانطباع أن اللقيط هو نتيجة علاقة غير شرعية من الأساس. يعني لو تسأل عامة الشعب يقول لك أنه والله اللقيط عبارة ابن غير شرعي، بينما لكن في الواقع انت لو ترجع للتشريع مثلا والقانون الاماراتي يقول لك ان اللقيط يكون طفل غير مميز او غير بالغ مجهول الابوين والنسب، مش بالضروره يعني يكون هو ابن يعني خطيئه، مش ضروره نتاج علاقه محرمه، او يمكن يكون عن طريق جريمه مثلا كيدي في الوالدين نفسهم او احد الوالدين. يعني وهل نحن على الطريق الصحيح لتغيير هذه النظره؟ وأتوقع أن راح يكون حل جذري للمشكلة، لأن بالفعل إحنا نتكلم عن يعني في مرحلة أخيرة أن البنت هذه أو الولد هذا اللي بدأ في بداية حياته كلقيط، يعني تسأل في تساؤلات مستقبلية كبيرة جدا، يعني هل راح يقدر هذا الشخص أن يندمج مع المجتمع ولا لا؟ أولا وأخيرا اللقيط إنسان عبارة عن مشاعر وحاسيس، ونظرة المجتمع له هذه نظرة يعني هو ما له ذنب فيها. لازم نعالج المبدأ الأساسي للقيط هذا، ففي إمكانية بتصير إذا حاولنا نعالج الأساسيات. هلا مثل ما تفضل هون أنه موجود نحن نوعين للقيط. المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الإعلام في تصحيح وجهة النظر الموجودة عند الناس، أو تصحيح وجهة نظر في أي مجتمع كان، سواء كان مجتمعنا أو مجتمع آخر. لأن حتى الأفلام مثلا لو خذناها على سبيل المثال دائما تصور لك صورة اللقيط أن إنسان نتج عن علاقة محرمة. لكم تساؤلات خاصة بهذا الموضوع، تساؤلات ملحة حسيتوا أن التغطية الإعلامية ما وفرتها لنا الحين؟ إذا اعتبرنا أن هذه قضية والحلول الموجودة مثلا توفير بعض دور الرعاية مثلا على سبيل المثال، نحن نأخذها على سبيل المثال، توفير دور رعاية تهتم فيهم وتوعيهم على أساس أنهم مثلا تغير عندهم نظرتهم لأنفسهم، هل نعتبر هذا حل جذري للمشكلة؟ خلنا نقول حطيت دور الرعاية والقوانين والتشريعات والأمور كلها هذه، هل هذا بيمنع أن الناس مثلا خلنا نقول مثلا يختطفون أطفال، يكونون طرف في علاقة محرمة؟ شو اللي بيمنع؟ شو الشيء اللي بيخلي الناس؟ القانون مثلا موجود لكن مو كل الناس تلتزم. يعني هل تسألك هل تكفي القوانين والتشريعات للحد من ظهور مثل هذه الأشياء؟ هي أنا أشوف أن هي ما تكفي. الناس في ناس ما لها رادع، ما شيء يردعها، لا قانون لا يعني ما في شيء، لا ما شيء يردعها. ثقافة، الموضوع في النهاية يرجع لثقافة، ثقافة الناس. أنت تبدأ الثقافة مش على مثلا بتقول ثقف واحد عمره 20 سنة 25 سنة، ثقافة تبدأ من يوم أنت صغير. جيد أنه نطبق نوجه هذا التوجيه النظرة على هالنقطة هاي، ونحاول مثل ما قلت لك نرجع نشوف الأسباب الأساسية تبعها، ونساعد أنتو الإعلان بيساعد بشكل كبير بتوعية الناس، الأسر، الانتباه للأطفال، للشباب اللي عايشين. تساؤلاتكم وملاحظاتكم كلها ضرورية، ونحن دورنا أن ننقل هذه التساؤلات والملاحظات للمختصين. الحوار ينتقل الآن من على هذه الطاولة إلى طاولة استوديو برنامج ظل الكلام. موضوع حلقتنا هو مجهولي الأبوين في ظل الكلام عن تزايد حالات العثور على أطفال تم التخلي عنهم، وضيفي هو عبد الله السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية. أستاذ عبد الله أهلا وسهلا فيك مرة أخرى في ظل الكلام، تعليق سريع على اللي شفته من كلام الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. حقيقة كلام مسؤول وملاحظات جديرة للاهتمام إذا كان على مستوى هذا الجيل من الشباب المواطنين والمقيمين يتكلمون بهذا الفهم الواضح للمشكلة وتحديدها. أتمنى أن يكون هذا موجود عند العموم من الشباب على هذه المستويات. مهم فهمهم للمشكلة وتحديدهم لأسبابه وظواهره ورغبتهم في إيجاد حلول مستقبلية. وهذا الكلام اللي هم يقولونه يعني هو الكلام اللي متداول عند الناس تقريبا، كل الملاحظات اللي سمعناها سواء من ناحية
نظرة المجتمع أو المسائل الخاصة بالتنظيمات القانونية، هاي كلها أحاديث يتم تداولها بين الناس، وكان جيد أن هم يعني ألقوا الضوء عليها. ما في شك هم الجيل القادم يعني تتكلم عن الأجيال هذه بهذه الأعمار، وواضحة عند الصورة عن ماهية المشكلة. هل أنت شفتها واضحة عندهم الصورة؟ أنا أعتقد يعني في بعض يعني مغالطات البسيطة أو سوء الفهم، لكن ممكن أنها تصحح في بشكل مثل شو بالتحديد. يعني أنا عجبني كثير ملاحظة حول موضوع اللقطة وشرحها، لكن هي الآن أصبحت كلمة غير مقبولة واستهلكت بما فيه الكفاية، ولم تقدم أي شيء للدمج المجتمعي. هذه قصدك من المغالطات اللي موجودة في المجتمع، الصفات السائدة والأسماء السائدة، لأن يعني مجهول الوالدين أو مجهول النسب، هو طفل هذا انبله بما حصل. الذنب يقع على عاتق من ارتكب هذه الجريمة، إلا إنسانية إلا أخلاقية، ومن ثم سواء كانت بطريقة شرعية أو غير شرعية، فيبغى كلمة لقيط هي حائل دون هذا الفرد طفل وعلى مستوى مسيرة حياته أن يندمج ويرجع للمجتمع مرة أخرى. طيب، هذه المواضيع كلها بنتكلم فيها بالتفصيل بعد الفاصل. ناخذ فاصل قصير ونرجع لمواصلة ظل الكلام المزيد بعد قليل. أهلا بكم مرة أخرى لمن انضم إلينا الآن. موضوع حلقتنا هو مجهولي الأبوين في ظل الكلام عن تزايد حالات العثور على أطفال تم التخلي عنهم. وضيفي هو عبد الله السويدي، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية. أستاذ عبد الله، أول شيء، هل يجوز أن نحن نقول فعلا أن هذه مثلا أصبحت ظاهرة؟ لأن صدف أن في الأيام الماضية كان في أكثر من خبر يتعلق بهذا الموضوع في الجريدة، وصار عند الناس انطباع أن هذه الحالات زادت. هل هذا شيء مقلق؟ هل هي ظاهرة؟ هو شيء مقلق بالفعل، لكن ما تعتبر ظاهرة، لأن ما تنطبق صفات الظاهرة بالمعلومات المتوفرة لدينا والأرقام المتوفرة لدينا، ما تنطبق عليها تعريف الظاهرة الاجتماعية. الظاهرة الاجتماعية بتعريف أحد الفلاسفة ومنظري علم الاجتماع الفرنسي دوغنهايم، إيميل دوغنهايم، عندما تحدث عن تعريفه للظاهرة الاجتماعية يعتبرها هي كل ضرب من السلوك الثابت والغير ثابت والذي يعم المجتمع بالكامل. بهذا التعريف أعتقد هو يتكلم عن قضايا أكثر عمومية وأكثر شمولية تعم المجتمع بشكل كبير. ما في شك أن هذه القضية مهمة جدا على مستوى المجتمع، لكن بالمعلومات المتوفرة بالأرقام ما نقدر نقول أنها ظاهرة. شو دول المعلومات؟ يعني المتوفر لدينا، نحن نتكلم عن الأرقام اللي جمعناها من مؤسسات دور الرعاية اللي ترعى الأطفال على مدى السنوات الماضية، سواء كانت في الإمارات المختلفة. في الإمارات المختلفة نتكلم عن مؤسسة زايد للرعاية العليا في أبوظبي. نتكلم عن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، وكذلك دائرة الخدمات الاجتماعية ومركز الإيواء للأطفال المحرومين في الشارجة. الأقدم هي دار الإيواء اللي موجودة في الشارجة منذ العام 1985، والأحدث اللي هي في أبوظبي مؤسسة دار زايد للرعاية العليا والإنسانية. تتكلم عن حوالي 593 حالة موجودة الآن أو وجدت في السابق تراكمية. هذا خلال الفترة من يعني من الثمانينات إلى الحين؟ من الثمانينات إلى الآن. مثل ما قلت لك، هذه الأرقام اللي موجودة عندنا. الأرقام اللي موجودة على سبيل المثال عند وزارة الداخلية وقدرنا أن نحصل عليها، في العام 2007 كان حوالي 44 لقيط أو مجهول الوالدين التقطوا من الأماكن المختلفة. 44 حالة. في عام 2008 30 حالة. أي ففي تناقص، لكن هذا لا يعني أن تناقص يشير إلى أن هذه ظاهرة بزيادة أو بنقصان. هي موجودة ولكن يعني ما لها باترن، ما لها نمط معين أن في تصاعد أو في كذا. قد تكون هالسنة 40، قد تكون 33، قد من الممكن، لكن الحالات التي عرضت يعني في الإعلام مؤخرا هذه مؤشر على أنها هي بازدياد. أساسي أنا أقول لك، يعني هل مثلا أرقام على الأقل السنة الماضية 2009 تشير إلى هذا الشيء؟ لأن قلت لك هذا الانطباع يعني صار عند الناس أن تقريبا في الشهرين الماضيين يمكن في أكثر من كم قا 4-5-8 حالات، ما أعرف، بس أن كانوا الناس يعني كل فترة يقرون في حالة صارت في الشارع في عمان، في حالة في رأس الخيمة، في حالة في الشارع، هذه الرضع يتركون في الشوارع، فصار عند الناس هذا الانطباع. هل فعلا الأرقام مثلا على الأقل في السنة الأخيرة كانت في ازدياد؟ مثل ما قلت لك، 2007 44 حالة، في 2008 30 حالة، لا تتوفر لدي المعلومات عن 2009، ستتوفر إن شاء الله قريبا. لكن التغطية الإعلامية لهذه الحالة هي استثنائية في هذا العام. يعني ما كانت تغطى في الأعوام الماضية، الإعلام لم يغطيها مثل ما غطاها هذا العام. هذا مؤشر جيد؟
أنا أعتقد أن مؤشر جيد يظهر المشكلة أمام المجتمع ويحط الموضوع أمام المؤسسات الحكومية، أمام الرأي العام، أمام العوائل، الأفراد اللي موجودين في المجتمع ومسؤولياتهم الملقاة عليهم في مواجهة هذه المشكلة. يعني بيفتح جدل هو، بس هل نحن على الطريق الصحيح في مسألة التوعية والإرشاد؟ يعني هل الجدل بدأ بشكل صحيح، ولا نحن بعدنا نتكلم عن المشكلة مثل ما كانوا يتكلمون عنها في الثمانينات؟ أن هذا مثل ما قال لك أول شيء أحد الشباب في الجلسة في الشارع الشيخ زايد، قال لك أن بعدهم الناس يعتقدون أن مجهول الأبوين هو نتاج يعني علاقة محرمة. هذه الصورة السائدة. هو الحقيقة نحن لما بحثنا في أسباب تزايد الحالة هذه أو وجودها يعني في المجتمع الإماراتي، هي موجودة في كل المجتمعات على فكرة، يعني وجدنا أن أحد الأسباب هي اللي هي مرتبطة في كون الإمارات ذات نمو عالي وفي نمو سكاني أيضا، وأن في جنسيات كثيرة تأتي للدولة، وأصبحت الدولة مفتوحة يعني بحكم اقتصاد مفتوح، و أصبحت مكان تستقطب فيه كثير من الجنسيات المختلفة. هذا التواجد الجنسيات المختلفة، متزوجين أو عزاب، أو عزاب أزواجهم غير متواجدين معهم، أو متزوجين عفوا أزواجهم غير متواجدين معهم، وجود أيضا خدم المنازل أو العاملين في المنازل من الإناث المتزوجين أو غير المتزوجين أو المتزوجين والغير مصحوبين بأزواجهم داخل الدولة، بدأ يعني يكون يفرز شوي يفرز هذه الأسباب. علاقات غريبة يعني. العلاقة الغير شرعية خارج إطار مؤسسة الزواج أو مؤسسة الأسرة للمتزوجين وأيضا لغير المتزوجين، ولا تحمل أي جنسية، قد تكون جنسية من جنسية الإمارات أو تكون جنسية مختلفة من جنسيات اللي تأتي إلى الدولة، أيضا مسؤولة عن هذا الموضوع بحكم المعلومات المتوفرة لدينا. العلاقة الشرعية وغير الشرعية، أحد الحالات اللي كانت في القريب يعني لأب وأم متزوجين. أعتقد العسر الاقتصادي وحالة الحالة المادية لدى الأسر هي السبب في يعني باختصار في أكثر من سبب يجعل، طبعا هذا ما يغفر ابدا للوالدين انهم ما يتركون اولادهم، بس نحن نقول انه مش بالضروره يكونون ابناء علاقه غير شرعيه، قد يكونون متزوجين، قد يكون يا اخي واحد اختلف هو وزوجته بسبب مثلا اهله مبراضين عنها، او العكس صحيح، قرروا انه يفضون هذه الشركه شركه الزواج وصاروا وتخلوا عن ابنائهم. تحصلها هذه حاصله وثابته في كذا حاله من الحالات اللي موجوده لدينا نحن واللي موجوده عند دور الرعايه الموجوده في الدوله. طيب هذا يحتاج نوعيه معينه من الجهد، ليس فقط على صعيد فهم المجتمع، يعني احيانا قد يعني في احيان كثيره قد تكون الدوله لازم هي تسبق المجتمع في مثل هذه الامور. هل نحن على الطريق الصحيح فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ هل هذا الجهد الحكومي المنظم إلى حد اليوم كافي؟ أنا أعتقد تدخل الحكومة كان مبكر جدا من أوائل الاتحاد والقوانين السائدة اللي موجودة. دستور دولة الإمارات المادة رقم 16 تكلمت عن الطفولة وحمايتها ورعايتها، وتكفل المجتمع والحكومة بالقيام بالدور تجاه هذه الفئات الضعيفة اللي موجودة في المجتمع بجانب الفئات الأخرى. الدولة موقعة ومصدقة على اتفاقية حقوق الطفل اللي ترد في كذا مادة فيها موضوع الحقوق والمصالح الفضلة للطفل. المادة رقم 20 بالتحديد في قانون اتفاقية حقوق الطفل الدولية تتحدث عن الأطفال اللي حرموا بشكل مؤقت أو بشكل دائم من الأبوين ومسؤولية الدولة تجاه رعايتهم والاهتمام فيهم. هذه التزامات قانونية أمام الدولة من اليوم الأول لفجر الاتحاد. على مستوى المؤسسات، مؤسسات منتشرة على المستوى المحلي وحتى على المستوى الحكومي الآن، والتفكير جاد بإيجاد صيغة توافقية مظلة على مستوى الدولة تحمي هذه الفئات الضعيفة من الأطفال أو المجهول الوالدين أو مجهول النسب. نحن تكلمنا عن في العام 1985. شو الفرق بس شو الفرق بين مجهول الوالدين أو مجهول النسب، ولا هما هو نفس 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 اللي هو أنت ما قادر تحدد معالم أصوله ومرجعيته لأنك أنت التقطته في مستشفى أو في شارع أو مثل ما سمعناها في القصص المختلفة هذه.
دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارجة أوجدت دار الإيواء بشكل مبكر جدا في العام 1985، ولها تاريخ جدا مشرف فيما يتعلق في رعاية هؤلاء الأبناء وإيجاد الأسر الحاضنة لهم. مؤسسة زايد للرعاية الاجتماعية والإنسانية العليا أيضا لها أدوار مختلفة في رعاية هؤلاء الأبناء. الحالات تصل إلى حوالي 209 حالات موجودة، يعني عملوا على مدار السنوات الماضية مع فئات مختلفة، دمجوهم في المجتمع، دمجوهم مع أسر حاضنة موجودة. هذه أهم نقطة، لأن إحنا نقول أن الرعاية مثلا لطفل، بعض الناس يعتقدون أن أوكي وجد طفل في مسجد أو في مستشفى، أو مثل ما أنت قلت قبل شوية ضربت أمثلة، وجد الطفل بعدين تفاعلوا الناس مع القضية، وجد الطفل دار للإيواء، هل هذا هو فقط الحل للمشكلة؟ لا، نحن شفنا من كم من يوم قصة بنت عمرها 18 سنة، مات معيلها أو كافلها، رجعت للقصة من الصفر. يعني الفكرة أن المؤسسة مش فقط مؤسسة إيواء، لازم يكون في خطة كاملة لدمج هذا الشخص في المجتمع، وأنه يكون شخص إلى حد كبير جدا عادي مثل أي حد، مثلي ومثلك. هل هذا موجود ولا لا؟ هو مثل ما قلت لك، المؤسسات العامل الآن عندها مجموعة من النشاطات، مثلا ما كملت عن موضوع دار زايد للرعاية، عندها مجموعة من الاتفاقيات على سبيل المثال مع منظمة قرى الأطفال العالمية SOS، وعندهم برامج مشتركة، عندهم مؤسسة الإمارات على سبيل المثال أوجدت برنامج بالتعاون مع مؤسسة زايد سموه الأخ الأكبر، مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، نعم. وكثير الحقيقة من البرامج اللي هي تجد أسر بديلة أو أسر حاضنة أو أم بديلة داخل المؤسسات الرعائية. لا نتكلم نحن، مهم النقطة اللي تحدثت عنها، هل هي مراكز الإيواء اللي موجودة هي الحل؟ لا، الحل هو مراكز الإيواء بالإضافة إلى الأسر الحاضنة أو الكفالة. أنت تعرف، خلنا نتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد بعد الفاصل. بعد الفاصل سنتحدث عن مجهولي الأبوين بين كفالة الأسر مثل ما قال الأستاذ عبد الله ورعاية المؤسسات، المزيد بعد قليل. لقيته ضحية لأنه كان نتيجة سبب التقاء شخصين بطريقة محرمة. هم أكبر ضحايا، هم ما لهم دم، جو في الدنيا ما لهم دم، حلال من الحرمين، يعني ذنب الأب وذنب الأم، هذا هو اللي ينظر لهم، يعني ما لهم ذنب، لكن ذنب أبوهم وذنب أمهم. أعتقد إنهم ضحايا لأنه هم ما لهم ذنب. أعتقد الذنب بيكون للوالدين اللي هم تركوهم لقطاء أو تركوهم في العراء، وهذا سببه إنه عدم شعور بالمسؤولية. لا، هم ضحايا في المجتمع، مظلومين أكيد، لأن صايرة ظاهرة جديدة في مجتمعنا. أكيد ضحايا، والله سبب إن غلطة الكبار، يعني هم طاحوا في المشكلة، هم ما لهم أي علاقة فيها. طبعا هم ضحايا لأنه نتيجة جهل أولا، ثانيا بعتبرها عدم مراقبة سواء من الأهل سواء من البلد نفسها. طبعا ضحايا، يعني هني ما ذنبهم، ما بيعرفوا منين إجوا ولا بيعرفوا مين حطهم. يعني هون بدك مشكلة كبيرة، يعني بدك تشوف الأهل إنه شو الأسباب اللي خلتهم بهالزمن، عن جد زمن صعب، يعني شو خلتهم يعملوا هيك. أهلا بكم مرة أخرى لمن انضم إلينا الآن، ويمكنكم دائما متابعة ما فاتكم من هالحلقة بمجرد الدخول على موقع البرنامج ضمن الموقع الإلكتروني لمؤسسة دبي للإعلام www.dubaimedia.ae، حيث سيتم تحميل هذه الحلقة مباشرة بعد انتهائها. موضوع حلقتنا هو مجهولي الأبوين في ظل الكلام عن تزايد حالات العثور على أطفال تم التخلي عنهم، وضيفي هو عبد الله السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية. كنا نتكلم استاذ عبد الله قبل الفاصل عن مسألة أيهما أفضل، أن الأسر تكفل هؤلاء الناس أم أن يكون في مراكز متخصصة ينشؤون فيها وعبرها الأطفال. أنت كنت تقول لي أن لا هذا ولا هذا، لازم يكون الاثنين موجودين، صح؟ ما في شك. أنا بس أشير إلى الملاحظات اللي سمعت من الجمهور الكريم حول هذا الموضوع، في تعاطف، في تلمس القضية أن بأن هذا الطفل ما له ذنب، سواء كان في عمر مبكر أو حتى شاب. هذا بداية جيدة لننتقل إلى قضية الدمج الاجتماعي، سواء كان من خلال مراكز الإيواء أو حتى الأسر الحاضنة. الكل يكمل بعض البعض. الآن نأخذ عمر المجهول الوالدين من الصفر حديث الولادة إلى سنة 18 سنة. هذه نحن موزعينها إلى 4 فروقات عمرية أو فترات عمرية مهمة جدا في حياة هذا الفرد. إن احتضن في البداية عند أسرة فهذا خير وبركة،
يعني بالعكس هذا راح يساعده في الانخراط او تلمس العطف الاسري المفقود اللي في 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 حاله والضروري والضروري والمهم في تنشئه الفرد في المجتمع. من 0 إلى 4 التركيز جدا مهم على قضية الطفل لأنه لن يستوعب من هو فعليا في هذا العمر، لكن بحاجة إلى تلمس الحنان والعطف بالذات من الأم في جو أسري حميم. إذا وجد في هذه الأسرة فكان خير وبركة، إذا في مراكز اللواء فمراكز اللواء فيها من الخبراء والأخصائيين النفسيين ممكن يتعاملوا مع هذا الطفل ويجدون له بعض الحلول النفسية والاجتماعية والترفيهية اللي تمكنه من الانخراط والتواد مع فريق العمل. ولكن يبدو لي أن من الضرورة بمكان أن يكون هو جزء من أسرة، يجب أن يكون جزء من أسرة، لأنه يعني ليس طبيعيا في أن واحد ينشأ في مؤسسة وما يجرب هذا جو الأسرة. هذا يعني هذا عامل أساسي للتنشئة الطبيعية، ولا أنا غلطان؟ أنا أتفق معك، لكن المشكلة في قضية الأسرة هي بحاجة إلى تنظيم وتشريع ينظم هذه العلاقة. الآن في أسر حاضنة بدون تشريع وبدون تنظيم بإشراف مراكز الإيواء. وين وصل هذا مشروع مسودة مشروع القانون الخاصة بمجهولي النسب؟ سيدي مشروع قانون مجهول للوالدين انتهينا من احنا في وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2008 وحيل إلى إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل وتم موافقة عليه وأخذ طريقة إلى اللجنة التشريعات اللجنة الفنية للتشريعات وتم اعتماده والآن هو في مجلس الوزراء في طريقة إلى المجلس الوطني ومن ثم اعتماده. كم تأخذ هذه العملية كلها على الأقل؟ يعني يمر للمجلس الوطني وبعدين يرجع لمجلس الوزراء ويتم تمريره؟ أنا أعتقد في تفهم لاحتياجات بعض القوانين الملحة والمهمة جدا في مجتمعنا على حسب الضوء يعني المشاكل اللي نحن نتعرض لها في مجتمعاتنا. نحن ندفع في وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل أو بآخر بأن هذه القوانين ذات أولوية ومرتبطة في اتفاقيات دولية وقعت الدولة، فلذلك صدورها وخروجها أو تصديقها ومرورها مهم جدا وتفعيلها هو الأهم. مشروع القانون يضمن خلاله أو يتضمن من خلاله تعريف لمجهول الوالدين بأنه هو ليس فقط من المحروم من الوالدين اللي نحن أو نتيجة علاقة محرمة أو غير محرمة نحن ما نعرف، لكن نتكلم عن من فقد والده على سبيل المثال، من والده أصلا موجودين في المؤسسات العقابية وبحاجة إلى رعاية واهتمام. هذه نقطة مهمة جدا بعد. نعم، وغيرها من الحالات. وتركنا في حتى هذا القانون لوزير الشؤون الاجتماعية إدخال بعض الفئات في المستقبل في حال تغير الوضع بحيث أن يكون القانون مرن. القانون ينظم دور ومراكز الرعاية وكذلك ينظم عملية الأسر الحاضنة. على شكل سريع، هي إيجاد بيئة ترفيهية تعليمية اجتماعية نفسية متناسبة في هذه الدور لكي تنشئ أطفال مغروس فيهم القيم الإسلامية، تنمى فيهم المواهب وغيرها من أنا الموضوع القانوني يعني مخصصين للجزء الأخير من الحلقة، وراح نستضيف الأخ عبد الحميد الكويتي بعد شوية أساس نتكلم في هذا الموضوع. لكن بشكل سريع ومختصر، إذا القانون جاهز من 2008 ونحن اليوم في 2010، شو العائق أمام أن يوقف هذا المشروع لمدة سنتين، ولا هي إجراءات طبيعية؟ هي إجراءات طبيعية، المشروع ما وقف، هو يمر في دورة وأنا أعتقد أنه واصل في النهايات. ولكنه يعني هذه هي مسألة ملحة، مسألة إنسانية ملحة، يعني أعتقد أنه يجب أن يعني يتم التعامل معها بشكل مختلف. صحيح، هو كلامك صحيح، لكن معظم بنود اللي موجوده في القانون مفعله في مراكز الدور، يعني مش معناته انك انت ما عندك قانون ما تقدر تعمل في هذا الجانب. في شغل منظم على مستوى الامارات المحليه، وكذلك ايضا القانون جاء لينظم العلاقه بحيث ان تكون في لجان على حسب كل اماره تنظم موضوع المراكز والاسر الحاضنه، فهي مش مركزيه في وزاره الشؤون الاجتماعيه. اذا عندنا مساله التعريف راح تكون واضحه جدا، مساله الاجتهاد ومرورة القانون، أن بحيث أن الوزير مثلا قد يشمل حد في هذه الفئة، وهذه نقطة في غاية الأهمية. وفي عندنا مسألة تنظيم الشأن المحلي والتعاطي مع هذه. في هناك أمور أخرى بعد مهمة بخصوص هذا المشروع القانون قبل ما نروح على فاصل. هو الكفالة الاجتماعية أو نظام الكفالة الاجتماعية هذا واحد من نظام متكامل ومرتبط أيضا في القانون، وسينظم العلاقة بحيث أنه يعني يعطي تحديد معين لمن يودع الطفل هذا المجهول الوالدين عند أي أسرة.
فعلى سبيل المثال نحن مقترحين في المشروع على أن يكون عند الأسر ما بين العمر 25 إلى 50 سنة من المتزوجين أسرة مسلمة إماراتية مقيمة في دولة الإمارات ومسؤولة عن هذا الطفل. إماراتية أو مقيمة في الإمارات؟ إماراتية مقيمة في الإمارات. إماراتية مقيمة. مقيمة يعني مش إماراتية خارج دولة الإمارات. الجوانب الأخرى المرتبطة أيضا. هذا طبعا لتوفير الاستقرار وكذا للطفل. أيضا المتابعة من مراكز دور الإيواء في الحكومات المحلية وأيضا من الباحثين الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية للتردد على الحالات التأكد من سلامة التنشئة. وسلامة الحالة الصحية ومراجعة ومتابعة للولد أثناء وجوده مع هذه الأسرة. صحيح. أوكي. وتركنا أيضا المجال مفتوح للإناث اللي هم ليسوا أقل من 30 سنة ولا أكبر من 50 سنة من المطلقات والأرامل والمهجورات لرعاية هؤلاء الأطفال. فقانون منظم للعملية عملية الكفالة الأسرية فيه أخذنا ممارسات دولية متميزة عصري. هذا اللي كنت أبغى أقول لك عنه أنه يبدو من النقاط اللي أنت تقولها أنه هو عصري ناظر للممارسات الدولية بعين الاعتبار وتحس فيه أنه يعني 2010 القانون. أنا أتمنى أن يكون بهذا الانطباع اللي موجود ونعتقد في حال تطبيقه ستنطلق مع مبادرات نحن شغالين فيها أصلا من عام 2008 عندنا مشروع التالة مشروع مركز الإيواء اتحادي سيكون في إمارة أم القيوين وسيكون نموذجي بحيث أنه ما راح يكون هذا لضحايا العنف وما شابه يعني لا نحن نتكلم عن مجهولي الوالدين مجهولي الوالدين مركز إيواء لمجهولي الوالدين نتوقع أن الأعداد يعني من 50 إلى 200 لن تكون بشكل مباني عنابر وغيره لكن بتكون بشكل منظم بجو عائلي متميز. انا لازم اروح على فاصل. عبد الله السويدي مدير عام وزاره الشؤون الاجتماعيه شكرا على الحضور مره اخرى لظل الكلام والدعوه مفتوحه للمشاركه في قادم الايام. شكرا لك. فاصل اخير ونعود المزيد بعد قليل. حقوقهم يكون في مؤسسة خصوصية لهدول الناس تعوضهم عن الأشياء اللي عم بيفقدوها. يكون عندهم حرية شخصية، يكون عندهم تسجل في مدارس، يكون عندهم الهوية. لهذا الشخص نحط له بعض القوانين اللي يعني تساعده لما يجي بحياته العملية. فهم لهم حقوقهم، يعني لهم الحقهم يعيشون بأبوهم وأمهم ويعرفون نسبهم وكل شيء، ولكن هذا قدرهم. المفروض من الحكومة تدعم هالأطفال لأنهم بهالحالة بتكون مشاكل كبيرة ونحن في غنى عنها. يعني حقهم مثل أي حق يعني إنسان طبيعي هون عايش بدولة الإمارات. حقوقهم يكون في مؤسسة خصوصية لهدول الناس تعوضهم عن الأشياء اللي عم بيفقدوها. حقوقهم الرعاية، يعني إنه يكون في جمعيات تحتويهم وتعطيهم الرعاية لأنهم هذول الناس أبرياء. الرعاية التامة لحد ما يكبروا، توفير لهم مثلا المسكن، مأكل، مشرب، تعليم، برضو هذه من الأساسيات. إن لقيت نحاول نخليه يعني فرد من المجتمع. حقوقهم المفروض المجتمع يوقف معاهم بس تكون وقفة صريحة ويحاولون يشوفون نسبهم من وين جاي بالضبط، لأن لو ظلوا بهالطريقة في المستقبل راح يتعقدون. أهلا بكم مرة أخرى لمن انضم إلينا الآن. يمكنكم دائما متابعة ما فاتكم من هالحلقة بمجرد الدخول على موقع البرنامج ضمن الموقع الإلكتروني لمؤسسة دبي للإعلام www.dubaimedia.ae حيث سيتم تحميل هذه الحلقة مباشرة بعد انتهائها. موضوع حلقتنا هو مجهولي الأبوين في ظل الكلام عن تزايد حالات العثور على أطفال تم التخلي عنهم، وينضم إلينا الآن في الاستوديو المحامي والناشط الحقوقي عبد الحميد الكميتي للحديث عن الجوانب القانونية للموضوع. سيد عبد الحميد أهلا وسهلا فيك أول شيء. نحن أصرنا أنك تكون موجود في هالحلقة لسبب بسيط، هو أنك أنت أول واحد طرحت معنا هذا الموضوع حوالي قبل 6 شهور أو 7 شهور أتذكر، وكنت مصر أن نحن لازم نسوي حلقة عن الموضوع. نحب نساهم ونبغي نخدم. دوركم أنت ودورنا نحن كمحامين مواطنين أن نساعد في اتخاذ قرار يعطي الأولاة الأمر يعني مثل ما يقولون وجهة نظر يعني وجهة يعني. نظرنا نعم في الموضوع. المسألة مش من فراغ، لم تأتي من فراغ. وإذا كنا تكلمنا أو استشفينا المشكلة أن في مشكلة قبل 6 شهور 7 شهور يمكن أعتقد الأشهر البسيطة الماضية أو الشهرين اللي مضوا أعتقد أكدت وجود
يعني وجود شغلة تستدعي أن نحن نعمل فعلا حلقة، نخصص حلقة وفي نفس الوقت نوصل الكلمة لولاة الأمر والناس المهتمين والناس القائمين على شؤون هذا المجتمع. يعني الإمارات مفتوحة، الثقافات متعددة، ناس من الشرق والغرب، نعلم تماما أن في ناس يجون يعمل مشروع تجاري مدة بسيطة ويفشل هالمشروع، يضطر يقعد في البلد بعدها ما محصل، قد لا يجد أكل، قد لا يجد وسيلة أو أموال يجدد فيها إقامته، ولكن لن يتوقف عن إشباع حاجات الأساسية اللي هي متمثلة في إقامة علاقات. العلاقة الجنسية هذه وإفراغ شهوته بطريقة قد إذا حصل المجال مفتوح لأن يعمل عقد شرعي مثل الناس وزواج مثل الناس راح تنشأ علاقة سليمة وغير. ولكن شو الحل بالنسبة للبني آدمين اللي هم ما عملوا علاقات؟ وانت ما تقدر توقفها يا لك. انت ما تقدر توقفها لان حاجه اساسيه طال عمرك. فنتج عن هالموضوع شغلات، وطبعا ناهيك عن موضوع بعض الصعوبات الاقتصاديه اللي صارت، ازمه سمعنا عنها وشفناها بعيوننا وشفنا شغلات كثيره ترتبت عليها، مش بس مجرد ان استثمارات وقفت، لا في علاقات اجتماعيه، في مشاكل، في نتائج اجتماعيه. اي طبعا وهي دعوه فعلا ينبغي ان نحن نوجهها لدراسه الابعاد الاجتماعيه للازمه الماليه، كذلك نحاول نحط لها حلول. فنشأ عن هذا الوجود الكبير، النسبة الكبيرة من الأجانب في دولة الإمارات، نشأ عنهم وتعدد دياناتهم، مرجعياتهم الثقافية والدينية مختلفة. في البعض عنده التزام، بعض ما عنده التزام أخلاق، ممكن حتى مرت عليك أخلاق. مرت عليك أشياء يعني من في مجتمعنا، سواء من أبناء المجتمع أو حتى من غير أبناء المجتمع اللي عايشين في هذا المجتمع، مرت عليك قصص استدعت عندك انت يعني الوقوف عندها كثير جدا. يعني من ضمن انا كنت مره في المحكمه، في المحكمه يعني نفسها، يعني الساعه 2:30 منتهي الدوام، واضطريت وانا مار على دوره المياه، حصلت طفل رضيع ملفوف في خلقه ومحطاه في المحكمه. يعني اضطريت الساعه 2:30 شايل ملفاتي وطالع على السياره. ضايع هالولد ولا متخلين عنه؟ بتخلين عنها كذا رضيع شو بيضيع؟ تعريف تعريف اللقيط يعني هو ما يلتقط من الأرض أو ما يرفع عن الأرض في اللغة. في الاصطلاح هو الطفل حديث الولادة وتم التخلي عنه من قبل أبوه. يعني سرا، يجب أن يكون سرا، هذا التعريف في الاصطلاح الشرعي كذلك. فهذا تتوافر فيه الحالة. ودينا أنا مثلا على سبيل المثال وديت على أقرب مركز شرطة، أتذكر مركز شرطة الرفاعة. في مركز شرطة الرفاعة لأن ما في آلية أصلا للتعامل مع الحالات هذه، ما في قانون. أنا وأنا يعني أشير أن ما في قانون فعلا بالنسبة للقطاء، قانون جزائي وإجراء جزائي في الموضوع. كنا قبل شوي نتكلم على أخ عبد الله السويدي، قال هو جاهز يعني من 2008 ولكن يأخذ دورته الطبيعية في المرور على المؤسسات المختلفة. الحين بعد يعني المفروض قال خلال فترة قريبة بيوصل المجلس الوطني يتناقش، يرجع لمجلس الوزراء ورح يقرر. بس أبو سلطان ينبغي أن نعمل تفرقة هامة جدا في موضوع قانون في شأن اللقطاء، ينبغي أن يكون منفصل عن قانون يعني هذاك يتعلق بمجهولين نسب، يتعلق بناس لقطاء تم العثور عليهم في مكان معين، مكان غير عن أبناء السفاح. أبناء السفاح في القوانين عندنا في الشرع، أبناء السفاح هو الشخص اللي يقيم علاقة مع إحدى محارمه، يعني مثلا أقام علاقة مع أخته وهو ما يدري بها أن أخته مثلا أسمى تزوج، هذه لا أبناء سفاح يسمونه. بس هذه الأشياء المفروض مأخوذة في الاعتبار. أتمنى، نحن ما شفنا المشروع للأسف، ولو أننا محامين ومهتمين بالموضوع لكن للأسف الشديد ما شفنا حاجة. إن شاء الله لما يطرح على المجلس الوطني في كل الأحوال. تعرضت لمشكلة، ما مشكلة، صعوبات. هو نحن خلصناها في الأخير. يعني اضطرينا لتسليم اليوم الثاني، اضطرينا لتسليم المستشفى، أحد مستشفيات في المستشفى هذا بعد مدة 6 أشهر 7 أشهر تم تسليمه لطرف آخر يرعاه ويتكفل فيه. هذه بعد أثارت عندي مشكلة. بعد مرور سنة كاملة من هذه الحادثة اتصل فيه شخص من إحدى الدول الخليجية، سألني قال لي أنت فلان بن فلان اللي حصلت طفل في دورة المياه في المحكمة؟ قلت له نعم. آمر شو عندي؟ قال هذا ولدي أنا. قال أنا أقمت علاقة، التقيت، جيت على دبي مدة بسيطة وأقمت علاقة مع ما قدرنا نعقد زواج وكذا. يعني
صارت المسألة. قلت له رجاء أنا بعدني راجع مركز الشرطة، إذا كان عندك ضميرك صح الآن راجع مركز الشرطة. ناهيك عن مشاكل أخرى كثيرة. هذا مش بالضرورة يعني، الناس الغير مسؤولين مسؤولين موجودين في كل مجتمع يعني. إيه لا لا طبعا بالتأكيد كل الاحترام للجنسية وكل الاحترام طبعًا للإخوان من طبعًا كل طبعًا دول الخليج، ولكن يعني الموضوع هذا اللي صار فيه. إضافة لذلك كثير من أذكر واحدة من المراجعات حصريتها بعد في المحكمة دردشت وكانت تتكلم عن موضوع أطفال ما أطفال وأذكر بالفعل يعني مررت موضوعها على واحد من الإخوان في الشرطة، بلغت أحد ضباط الشرطة الأصدقاء قلت لي يا أخي في كذا كذا في حرمة تتكلم عن أن في طفل بيتم بيعه، يعني وكأنه شو الموضوع اتضح لي. طبعا قال لي يا عبد الحميد نحن قمنا بالواجب الحمد لله بعد شهر، قال لي قمنا بالواجب، خدامة هارب من بيت يعني المكان اللي كانت تعمل فيه وصار انها اقامت علاقة معنا مع واحد وكذا وانجبت. طيب وبعدين الطفل هذا طبعا هي خلاص يمعت له مبلغ وسافرت وتركت الولد عند واحدة من صديقاتها يعني، وهذيك الثانية اللي احتضنت الطفل يعني هي تفتكر أن عمل إنساني اللي قامت فيه، ولكن هذه أجنبية. إذا لسه اليوم ما بتجلس باكر عندك أنت تقول لك أنا أبغى أسافر. صحيح. وعساس شيء نحن نقول نحن دائما لازم يكون في إطار قانوني لكل هذه الأشياء اللي مش في الحسبان. أكيد. مش في الحسبان هي، بس نحن لازم نكون جاهزين لأن هذا الولد راح يظل محتاج لدار للإيواء، محتاج ربما لأسرة تكفله. أنت لازم يكون في تنظيم لهذا الشيء. وجملة تشريعات بسلطان. نحن يوم نقول الآن الاكتساب جنسية الإمارات كيف يكتسب جنسية الإمارات؟ هذا موجود يعني. مثلاً على سبيل المثال كيف يكتسب جنسية الإمارات؟ هل كل بني آدم مثلاً في دول في العالم يقول لك أنت بمجرد ما ينولد الشخص على أرضها يعتبر يأخذ جواز جنسية الدولة؟ نحن مش من هذه الدول. نحن مش من الدول. لما يجون الحمد لله البلد خير الله يبارك لنا ويبارك لك. كثير من 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 الأجانب اللي خصوصاً من الدول الفقيرة الآسيوية الفقيرة أي أو يقيم علاقة غيره. ترك الطفل هني قال لك أنا برميه في شارع برميه في مكان باكر بيشلونه وبيكبر وأنا بي عقب 10-15 سنة. هذا البني آدم هذا البني آدم اللي سوى الفعلة هذه. وفي هذه الجزئية في شغلة مهمة من الخطورة اللي قاعدة تصير الآن واللي يجب أن ما نغض النظر عنها. سابقا موجودة والقصة هذه قديمة قدم البشرية يعني مش موضوع جديد. سابقا كان يشلون الطفل وين يعقون اللي يبون يتخلون عنه غالبا أمام دور العبادة. تعرف فكرة أن يختار دار العبادة ويرمي الطفل قدامه ترى فيها قد يكون هذا إنسان ارتكب خطأ شنيع طبعا وعرض كرامة إنسان هذا الطفل إنسان كرامته لإهانة كبيرة. تعرف أن يتركه عند باب المسجد أفضل بكثير من أن يرميه في الزبالة صح ولا لا؟ طبعا. نحن شفنا في حالات صحيح. مرميين في الزبالة صحيح. يعني وزادت الحالات هاي اللي يرمونهم في الشارع العام ما أدري وين أماكن بعيدا عن هذا شو معناته؟ معناته في شغله خطيره شوي قاعده تصير من عقب ما كانوا يرمونهم عند بيبان المسايد صاروا يرمونهم لا في انحطاط اخلاقي اي يعني اي طبعا يعني هذول كيف يتعاقبون؟ ما هو معاقبتهم طال عمرك يعني موجود في القانون اللي يترك مثلا طفل رضيع وبعدين انت اكتشفت سوى هو يا ولا انت اكتشفت عن طريق تحاليل دي ان اي او شيء اكتشفت منه هو يا هذا يتعاقب؟ 349 و350 ارقام المواد اللي عندنا في قانون العقوبات نحن ولكن اللي تعليق بعد عليهم اللي هي تعاقب بمدة لا تزيد عن سنتين. المشكلة شو بتعاقب؟ تعاقب الطفل بعد. هاي هي المشكلة يعني. هي بس بعد لازم نحط في بالنا أبعاد الموضوع لازم ندرسه بالكامل نحن. في القانون من أهم المبادئ اللي عندنا أن العقوبة شخصية. يجب ألا تمتد لتؤثر على غير الشخص اللي ارتكب الجريمة. هاي من ضمن المبادئ الأساسية. كذلك في الشريعة الإسلامية طبعا ولا تزر وازرة وزر أخرى. ففي موضوعنا هذا أن المادة 49 349 و350 مدة لا تجاوز السنتين فقط قد تخفف. القاضي ما بيحكم بالسنتين لا ممكن يحكم بشهر بشهرين على حسب ظروف الحال مثلا وغيره. فأنا أشوف أن المادة هذه مش كافية ينبغي أن نزيد فيها. كثير من الأنظمة القانونية المقارنة يقول لك موضوع مثل هذا تصل فيه العقوبة إلى 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 أرقام كبيرة جدا وسنوات طويلة جدا مش بسيطة. في نفس الوقت تفرق الأنظمة القانونية بين أن واحد ارتكب علاقة أو عمل علاقة جريمة هتك عرض بالرضا مع أنثى إذا أنجبوا من وراها أطفال غير عن أنهم إذا ما أنجبوا من أطفال. هو صح
الاثنين الهنتين جرائم، ولكن لما نتج عنها طفل هني يعني اعتقد الموضوع طيب اكثر خطوره. شو اللي المفروض يصير كحزمه قانونيه كامله؟ يعني نحن ما نقول ان احنا كاملين، نحن نقول ان نحن نيتنا طيبه متجليه من اوائل الايام في الدستور وفي القوانين اللي صدرت في السبعينات، متجليه هاي مساله يعني إلى شأن كبير للكرامة الإنسانية. نعم. والقوانين ماخذ هذه الفئات في الاعتبار وإن يعني مرت الأيام وما تطورت القوانين، في النية موجودة أن تتطور هالقوانين. شو الحزمة المثالية اللي ممكن نحن نعالج فيها مشكلة هذه الفئة؟ لأن نعرف أن هذه الناس بالإضافة إلى الألم النفسي الكبير جدا بعد يواجهون مشاكل إجرائية في المجتمع، كيف نحن نقدر نجعلهم أناس عاديين؟ أبو سلطان، العالم الآن نحن ما بعايشين على جزيرة معزولة، أنت عارف صحيح. تماما ومقدر تماما الأبعاد صحيح. الدولية لمشكلة الطفل. أوكي؟ الأمم المتحدة في 1959 أقروا بالإجماع في الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل. نحن مؤخرا الدول العربيه مؤخرا الامارات لبنان وغيره تقريبا في التسعينات بدانا الاهتمام، نحن كنا مهتمين شريعتنا الاسلاميه تعطينا كثير من الاسبقيه لكن عليهم. تطور المجتمع يعني أي. ما في شيء يمنع ان نحن نتبنى كل ما جاء في الاتفاقيه 100% الاتفاقيه لا تخالف القوانين المعمول بها لا يمكن هي تزيد على القوانين، ولكن أقصد أنها ما تخالف النظام العام عندنا الشريعة الإسلامية وغيره والأمور هذه ما في شيء يمنع. في تفرقة جميلة جدا موجودة عندهم في الاتفاقية الدولية وفي القوانين الغربية اللي هي تعترف بالطفل الشرعي والطفل الطبيعي والطفل غير الشرعي، كل واحد له نظام قانوني ينبغي أن نحن، وهي ما تتعارض مع الدين الإسلامي. الدين الإسلامي قد يكون هو اللي أرسى مبادئها هاي النظرية وتعطي لكل واحد التبني. في بعض الناس يقول لك الشريعة الإسلامية ما تجيز التبني، معليش نحن خلي التبني انت الاسم خليه على صوب، قول أن سميه يا أخي كفالة ورعاية، سميه قانون متخصص في الكفالة والرعاية، ما في شيء يمنع في الموضوع. صحيح. هذا يعني لبس الموضوع رداء إسلامي أو رداء دي. أنا أحب أبتعد دائما عن الخلفية، صح خلفيتنا ثقافية عربية وإسلامية صحيح الكلام هذا، ولكن نحن وصلنا إلى مرحلة الآن ينبغي أن يكون الرداء ويكون المظهر متعدد الثقافات بطريقة يتناسب مع القوانين الدولية وما إلى ذلك. نعم ترى بما لا يمس أبدا أساسنا الإسلامي وأساسنا الكذا. فإذا اعتمدنا الاتفاقية الدولية وضعنا آلية لمراقبة تنفيذ وتطابق ما ورد في الاتفاقية الدولية مع قوانيننا الداخلية وعملنا نوع من المراجعة في قوانين العقوبات، قانون العقوبات مثلا اللي ماشي عندنا نحن، وشددنا على جريمة ترك الطفل بدون رعاية أو تعريضه لخطر أو التسبب في وفاته قد نحد بشكل كبير طبعا، وجرمنا موضوع عفوا موجود عندنا الإجهاض مجرم قانونا ودينيا كذلك، إذا زيدنا غلظنا العقوبات فيه أعتقد أن بنوصل إلى مرحلة جيدة جدا. يضاف على ذلك موضوع تنشيط الجمعيات الأهلية والدور المدني، دور جمعيات المجتمع المدني في موضوع تقديم الرعاية ومسألة كفالة والرعاية والشغلات هذه. الآن نحن لا يعرف، لأن المشكلة وين الآن؟ الطفل هذا أنت سمعت ما يثبت أن هناك فوضى موجودة عندنا في المجال هذا وجهل، خلينا نقول أنا جهل في الموضوع. الجريدة الصحيفة اليوم تعلن أو تكتب خبر العثور على طفل في مكان معين، باليوم الثاني اسمع الإذاعات المحلية مواطنين يتصلون ليش؟ أن نحن بناخذه. مش مزاد هذا، هذه كرامة آدمية. ما يجوز أن يعرض طفل بهالطريقة. الناس يتفاعلون يعني تعرف من منطلق يعني إنساني بحت، منطلق أنهم يعني. جاهلين بحقوق هذا الطفل. صحيح. هذا الطفل أنتوا إذا خدتوه شو بتسووه؟ الحكومة هني مسؤولية الحكومة مش مسؤولية الأفراد كبداية. تنظم العملية طبعا، تنظم العملية لازم يكون في قانون. هذا الطفل وين أودي أنا؟ شو أسوي فيه بعد إجراء التحاليل والشغلات هذه كلها؟ أنا هني لازم يكون في دار متخصص في الموضوع هذا.
الدار هذا الدار هذه تنتقي من الأسر الموجودة عندي أنا اللي هي مؤهلة أكثر من غيرها لرعاية الطفل. هذا الموضوع الأخ عبد الله السويدي كان يشير له قبل شوي ويقول أن نحن على الطريق الصحيح في هذا الموضوع، راح يتم تأسيس دار إيواء بمجرد صدور القانون. يعني مع احترامي وأنا أختلف ويا السويدي عبد الله، عبد الله من ضمن الكلام اللي قاله قال بأن نحن لا نملك سجل وطني لحالات الجماعة هذه، وإن كانوا يعملون على المسألة الحين. إيه معليش بس يا طويل العمر، أنت كيف بتسوي دار إيواء وأنت ما عندك سجل وطني؟ الرقم الحقيقي للحالات ما تعرف. افترض سويت دار إيواء فيها ثلاث غرف نوم على سبيل المثال، عقب مدة بسيطة أنت لا المشكلة أكبر مني أنا ما بقدر أحلها. لا، ينبغي أن تكون نحن نعيش ثورة رقمية طويل العمر. إذا ما بنينا قراراتنا الاستراتيجية اللي هي بأن نحن نتولى مسؤولية مسؤولياتنا الدولية من خلال الالتزام، أنت ما نحن ملتزمين دوليا، الإمارات موقعة على اتفاقية الطفل. صحيح. بكرة بيونك وبشكل عادي يجونك ناس مبعوثين من جهات حقوقية دولية يجون يطالعون الأماكن هذه. وهذه موجودة، دولة الإمارات من الدول اللي الراقية في مجال حقوق الإنسان الآن، وخطوات واسعة في هالمجال. اللجنة الدولية لمناقشة تقرير الإمارات في السنة الماضية يعني كان في شهر 4 تقريبا، رائع جدا اللي صار. يعني كانت في جملة خطوات طبعًا يعني طبعًا يعني أتمنى أن تكون هذا الموضوع أيضا من الأمور اللي انطرحت. صح. من الأمور اللي كان فيها كلام طويل عريض. وقبل ما أنت يعني تسوي هذه الأشياء أساس تتجاوب مع القوانين الدولية تسويها أساس أنت ضميريا ترتاح. وأنا ما عندي شك أبدا في يعني في النية الطيبة عند الناس وعند المؤسسات الموجودة. الحمد لله. نعم هي موجودة، التوجه موجود. ونتمنى أن حتى برنامجنا وكلامنا السريع هذا يعني على الأقل إن شاء الله تزورنا مرة ثانية على رأسي نتكلم في هذا الموضوع أو حتى في مواضيع أخرى. عبد الحميد الكميتي شكرا جزيلا لك، كما أشكر الأخ عبد الله السويدي اللي كان معنا في الجزء الأول من هذه الحلقة. النقاش يستمر على موقع البرنامج حيث يمكنكم المشاركة بالنص والصوت والصورة. حاليا يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة على موقع مؤسسة دبي للإعلام www.dubaimedia.ae. شاركونا آراءكم عبر التعليق على الفيديو الموجود على الموقع حتى نكون أكثر قربا منكم، أو ببساطة خلونا نلتقي على شارع الشيخ زايد الأسبوع المقبل. شكرا لكم وإلى اللقاء.